نرجع بقى للحداد اللي كنت حضرتك بتقولي عليه، الحداد اللي انت كنت بتلومي على بعض القنوات. انا يمكن هقول لك على حاجه. انا بصي بصي، ايوه دي مصيبه، انتوا هتنكدوا علينا يا جماعه؟ ما خلاص قضاء وقدر. ايوه بس مش هشك بشك، مش هشك بشك، مش اغاني، مش تمثيليات. هم اللي ماتوا دول من بلاد نمنم ولا منين؟ دول بني جلدتنا، دول حتى لو ما كانوش مصريين، دول حتى لو كانوا من اي مكان بيشتركوا في انهم انسان. الانسانيه ليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بقى مع اصحابه، مرت جنازه هو قاعد مع اصحابه الصحابه، فراح واقف رسول الله، فبعد ما مر وراح واقفين الصحابه طبعا، فقالوا له يا رسول الله انها جنازه يهوديه، قال اليس نفس بشريه؟